بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السادة ضيوفنا الكرام أولياء الأمور لآلئ حفلنا الطلبة المتفوقون السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته يشرفني بالإصالة عن نفسي وبالنيابة عن أخواتي وإخواني أعضاء مجلس الإدارة جمعية النويرات الخيرية أن أتقدم بخالص الشكر لكل من حضر هذا الحفل البهيج الذي ترتقي فيه كوكبة منصة العز والشرف لنهنئ ونبارك لهم تميزهم في مسيرتهم العلمية وها نحن اليوم معا في محطة سنوية نرسم البهجة ونتقاسمها ونبث روح التفاؤل والأمل المتجدد لنشارك أبناءنا المتفوقين فرحتهم التي لم تأتي من فراغ بل هي حصيلة جد واجتهاد ومثابرة وتنظيم للوقت والجهد وإن هذا الحفل العلمي كان وما زال من أولويات عمل الجمعية إيماناً منها بأن المتفوقين يمثلون ثروة لهذا الوطن ويشكلون الركيزة الأساسية في تقدمه ونمائه ورغبة منها في تشجيع المتفوقين على بذل المزيد ودفع المزيد من الجهد ودفعهم بقوة نحو التميز والمحافظة على جذوة النشاط والإبداع دون ملل ولا كلل لآلئ حفلنا المتفوقون بشوق القلوب وأريج الزهور وبزقاريد الفرح نهنئكم ونبارك لكم بكل فخر واعتزاز بما حققتموه فقد سعيتم وكان سعيكم مشكورا وتعبتم فكان ثمار التعب نورا فأنتم المثل والقدوة لكل من يريد صعود القمم منكم يتعلمون التفاني والإخلاص والجد فسيروا وأسرعوا الخطى لتحققوا ما تطمحون إليه دون كلل أو ملل وإن قيمة الإنسان تكمن في عمله الدؤوب وفي إبداعه وتفوقه وعلمه وأدبه ونبله السادة الداعمين من أعماق القلوب نوجه كلمة شكر مشفوعة بالامتنان والتقدير إلى كل الخيرين الداعمين ممن استبقوا الخيرات فجادت أيديهم الكريمة بالخير والبذل والعطاء لرعايتهم هذا الحفل فجعلهم الله ذخرا وسندا لأبناء هذا الوطن المعطاء أولياء الأمور الأفاضل تحية إجلال وإكبار إليكم جميعا فأنتم من عبدتم الطريق وهيأتم سلم المجد لترتقي فلذات أكبادنا بخطى واثقة نحو مستقبل زاهر قد أخضر زرعه وأينع ثمره فكان حصاده اليوم هذا التفوق وهذا التميز فأبقاكم الله سحائب خيراً أينما وقع نفع كما نأمل
أن تستمر هذه الجهود وتتضاعف لترسم الطريق لهؤلاء الذين هم قادة المستقبل. ختاماً، في هذه القرية نفوس رائعة وقلوب صافية وأيد معطاء ممدودة، كانوا وما زالوا كالنحل، لم يألوا جهداً ولا تعباً، فكانت قايتهم أن يرسموا البسمة على الوجوه ويضيئوا إشراقة الأمل من جديد. فالشكر موصول أيضاً لكل اللجان العاملة التي سعت سعياً حثيثاً في سبيل نجاح هذا الحفل، متمنين لهم وللجميع التوفيق والسداد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.